لهذا صار الجمعة 13 يوما مشؤوما. لكن بعد هذه الحكاية أنا أقول إنه كان يوما سعيدا. إن قصة فرسان الهيكل معروفة في كتب التاريخ بنهايتها المشؤومة بإحراقهم أحياء، لكن كتب التاريخ الأجنبية تحتار دائما كلما أتت على ذكر الشيء الذي كان 9 فرسان الأولون يحفرون تحت الحرم القدسي لإيجاده. وتذكر هذه الكتب العديد من الروايات والتكهنات. ذكروا في رواية واحدة من الروايات أن الفرسان لما حفروا وجدوا كتب السحر، وما يجعل هذه الرواية هي الصحيحة هو وجود مقابل لها من أمهات كتب تفسير القرآن، حيث أجمع المفسرون أثناء تفسيرهم لآية هاروت وماروت في القرآن أن الشياطين دفنت كتب السحر تحت كرسي سليمان، أي تحت الحرم القدسي، وأن هناك أناسا أتوا بعد ذلك تهيأ لهم الشيطان في هيئة بشرية وأراهم مكان دفن تلك الكتب فاستخرجوها. لكن المفسرين لم يعرفوا من هم أولئك الناس الذين تهيأ لهم الشيطان واستخرجوا الكتب. الجمع بين كتب التاريخ الأجنبية وكتب التفسير العربية يظهر لك القصة الحقيقية التي حدثت. ذلك الجمع الذي لم يكلف أحد من الناس نفسه ويفكر فيه، وها أنا أقدمه لك اليوم على لسان الشيطان الشهير الذي كان فرسان الهيكل يعبدونه كما اعترفوا بلسانهم: الشيطان بافوميت. إن شكل بافوميت سيبدو مألوفا لديك. هو الجدي الذي يجلس متربعا ويرفع إحدى يديه ويخفض الأخرى، وهو الجدي الذي يضعون رأسه دائما داخل نجمة داود في ذلك الرمز الشيطاني الشهير الذي يدعى بصمة الشيطان. وقد قال عنهم الساحر الشيطاني أليستر كراولي إنهم زملاء عبادة الشيطان، بينما يقول عنهم عابد الشيطان الشهير أنطون ليفي: لقد أعدت إحياء طقوس فرسان الهيكل. والشيطان بافوميت معبود الفرسان مرسوم في رسمة شهيرة جدا، والفرسان يحملونه في أحد معابدهم إكبارا وإجلالا. ويبدو أن كتب السحر والعلوم تلك علمت فرسان الهيكل الكثير، فحقا صاروا أغنى أغنياء أوروبا وعملوا أول منظمة بنكية في العالم تقرض العامة والخاصة والملوك والأمراء نقودا. ولأن الفائدة كانت محرمة في الكنيسة الكاثوليكية فقد تحايلوا على النسبة وسموها الإيجار أو الرسوم، وقد هربوا إلى اسكتلندا لأنها كانت البلد الوحيدة التي لا تخضع للكنيسة الكاثوليكية. وقد استقبلهم ملك اسكتلندا روبرت ألبروس بحفاوة كبيرة، وكانوا سلاحه السري الفتاك الذي هزم به الإنجليز وحصل به على استقلاله. وصارت لهم هيبة في اسكتلندا، وبدأوا مرة أخرى في بناء معابد لهم في اسكتلندا مليئة برموزهم الشيطانية. لكنهم تعلموا الدرس هذه المرة مما حدث لهم في إنجلترا. تعلموا أن يجعلوا تنظيمهم هذا مخفيا عن العامة تماما، وغيروا اسمه اتقاء للشكوك. سموا تنظيمهم اسما سيبدو مألوفا لديك: البنائين الأحرار، أو كما تنطق بالإنجليزية Freemasons، الماسونية. وفي اسكتلندا أيضا أكملوا ممارسة ما كانوا يمارسونه، ليس في كنائس وإنما في مباني سموها بالمحافل الماسونية. والمحفل هو مبنى مصمم من الداخل على تصميم هيكل سليمان المزعوم تماما، وهو المبنى الوحيد الموصوف في التوراة وصفا تفصيليا. تعلموا أن سر قوتهم هو الخفاء وعدم الظهور، ومن العلم الشيطاني الذي بحوزتهم والذي لا يحوزه غيرهم طوروا من أنفسهم ومن منظمتهم. تعلموا طريقة عجيبة لإخفاء الكتب التي بحوزتهم إخفاء لا يشك به أحد. تعلموا طريقة تشفير سرية لم تعرف من قبل في التاريخ. هذه الطريقة هي المعمار. ابتكروا طريقة معينة في المعمار اسمها الجوثيك، أو الطريقة القوطية، طريقة شيطانية تكون فيها المباني مزينة ومزخرفة بالكثير من الزخارف والرموز والتماثيل والنقوش بطريقة تبدو جميلة جدا، ولكنها في الحقيقة طريقة تخزين لكل الأسرار بشفرة ليس كمثلها شفرة. وبنوا بهذه الطريقة الكثير جدا من المباني والمحافل وحتى الكنائس، انتشرت في كافة أنحاء أوروبا. وفي طريقة الجوثيك في البناء يمكنك أن ترى رموزا وتماثيل شيطانية كثيرة لبافوميت ولغيره، ولا أحد يفهم معناها ويظنونها نوعا من الديكور.
واسم البنائين الأحرار سموا أنفسهم به بسبب ابتكارهم لهذه الطريقة وحدها في البناء، وأصبح رمز منظمتهم هو مسطرة المعماري والفرجار. ومرة أخرى صار فرسان الهيكل بمنظمتهم الخفية الجديدة الماسونية هم أغنى أغنياء أوروبا، فلا شيء يمكن أن تعطيه لك الشياطين بسخاء أكثر من المال والذهب، وأصبح خفاؤهم هذا هو سر قوتهم، فلا أحد يمكنه أن يدمر شيئا خفيا. ستسمع كثيرا عن الماسونية مسامع كثيرة تفتقر كلها إلى الدقة، وهذا متعمد لأنهم يريدون إخفاء حقيقتهم عن الجميع، أما أنا فسأخبرك بالحقيقة وحدها، فأنا ماسوني سابق. ها أنت تعلم سرا جديدا عني. أنا ماسوني من الدرجة 21، وهي درجة متقدمة جدا، فعدد الدرجات في الماسونية 33 درجة. ومن تدرجي في الماسونية تعرفت إلى السحر وأصبحت ساحرا، وليس كل من يتدرج يصيرون سحرة، فقط بعض من يختارون لأنفسهم أن يكونوا سحرة، وكنت واحدا من هؤلاء. وها أنا قد تركت كل هذا ورميته خلف ظهري وجلست هنا أمامك لأبين لك الحقيقة وحدها. الماسونية باختصار شديد غير مخل هي السبط 13 لبني إسرائيل. فاليهود كما تعرف أو لا تعرف قطعهم الله كما قال في القرآن إلى 12 سبطا، والسبط هي الفرقة، أي إن الله فرقهم إلى 12 فرقة، لكل فرقة منها نظام خاص في معيشته. أما الماسونية فهم جماعة من اليهود الذين شذوا عن هذه الفرق جميعا وقرروا أن ينشئوا لأنفسهم سبطا يهوديا خاصا، السبط 13. ومهمة هذا السبط ببساطة هو إعادة بناء هيكل سليمان في القدس. لا تسألني الآن لماذا يريدون فعل ذلك لأنني سأخبرك لاحقا، لكن حاليا كل ما يجب عليك أن تعرفه هو أن الشياطين هي التي أوحت لهم بفعل هذا. أرى نظرة استخفاف في وجهك بسخف الأمر كله، لكن لا داعي للعجلة، فستفهم كل شيء لاحقا. واعلم أن الماسونية والكابالا هما نفس الشيء، فالكابالا هي الأسرار الشفهية اليهودية التي زعم اليهود أن الله أوحى بها إلى موسى شفهيا، ولأنها أسرار فإن موسى كان لا يكتبها وإنما يختار كبار تابعيه ويخبرهم بها شفهيا. إن في الكابالا 33 درجة من درجات الحكمة، ومن يسير عليها يصير في النهاية قادرا على التوحد مع ربه، ولهذا صارت الماسونية 32 درجة أيضا. والدرجة 33 هي درجة فخرية لتسجيل المنضمين فيها إلى السبط 13 لبني إسرائيل. ولهذا صرت ساحرا، لقد اخترت لنفسي هذا الطريق لأن فيه علوما عجيبة جدا. فلديهم على سبيل المثال للحصر سر من أعظم أسرار الكابالا تعلمته في الدرجة الماسونية 19، وهو طريقة قتل الناس بنظرة واحدة فقط. هذا ما يدعى عين الشر، أو كما يقولون إنهارا، وهي طريقة تستقي مبادئها من مبادئ العين والحسد. فالعين والحسد قادران على أذية أي إنسان، لكن كيف يمكنك أن توظف هذه القوة وتوجهها وتتعلم التحكم بها تحكما كاملا؟ هذا ما تعلمته وأثارني. هناك إصدارات كثيرة تفرعت عن الماسونية قد تكون سمعت عنها، الصليب الوردي أو الروز كروشن، الجمجمة والعظام، الكلوك لوكس كلين، الإلوميناتي، ولكل منظمة منها مهمة معينة، لكنها كلها تستقي من نبع الماسونية ونبع منظمة فرسان الهيكل القديمة. والآن لدينا ثلاثة أوراق جديدة وضعتهم أمامك على الطاولة، ولنكمل لعبتنا الملعونة مع الشياطين قبل أن يجهزوا علينا. الورقة الأولى هي ورقة الكأس المقدسة، وهي ترمز للمسيح عيسى، وعليها صورة للكأس المقدسة التي شرب منها المسيح
على طاولة العشاء الأخير. الورقة الثانية هي ورقة الحربة المقدسة، وعليها صورة الحربة المقدسة التي طعن بها جنب المسيح المصلوب للتأكد من موته. الورقة الثالثة هي ورقة الجهاد، وعليها صورة رمزية للمجاهدين المسلمين. وهذه الحكاية سوف يحكيها لك شيطان ثان من الشياطين السبعة الذين يراقبوننا، وليس عليك إلا أن تصمت وتتابع حديثه، فسيأخذنا بعيدا عن السحر والماسونية وكل هذه المصطلحات المظلمة إلى عالم آخر، عالم ربما يكون أكثر إظلاما من هذا كله.